لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء 20 شوال لعام 1436 للهجرة، الموافق 5 أغسطس لعام 2015 للميلاد، تأتيكم من موقع أنا السلفي. تلقى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور مساء أمس دعوة رسمية من رئاسة الجمهورية لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة. استنكر رجب أبو بسيسة عضو الجمعية العمومية للدعوة السلفية حادث الاعتداء على أعضاء حزب النور في صلاة الفجر صباح أمس، وأكد إسماعيل أبو حديد عضو الهيئة العليا لحزب النور أن الأعضاء الثلاثة الذين تم الاعتداء عليهم كانوا مشاركين في حملة مصر أقوى من الإرهاب التي دشنها الحزب منذ أسابيع، وأثناء أدائهم الأذكار كان هناك ملثمين اثنين خارج المسجد ودخل أحدهما وأطلق نيرانه باتجاه المصلين ما أسفر عن إصابة 2 من أعضاء الحزب. وقال المهندس عبد الرحمن صقر القيادي السابق بالجماعة الإسلامية أن ما حدث ما هو إلا فشل جديد في التربية للشباب المسلم يتحمله قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية بعد محاولة توجيه الاغتيالات لشباب النور. دشنت أمانة حزب النور بمحافظة دمياط مساء الثلاثاء حملة لدعم افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة تزامنا مع الافتتاح الرسمي للقناة. وصلت أمانة حزب النور بمحافظة بورسعيد فعاليات حملة الحزب للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قام أعضاء الحزب بتعليق البنرات واللافتات التي تهنئ الشعب المصري على افتتاح القناة الجديدة. أفادت مصادر لقناة العربية أمس الثلاثاء أن ميليشيات الحوثي بدأت بالفرار من جبهات الضالع بعد هزيمتهم في لحج. أوضح السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أن إيران تسعى لتفتيت الدول العربية ودورها سلبي في المنطقة العربية، مؤكدا أن المملكة لا ترفض إقامة علاقات مع إيران لكنها لن تسمح بأي محاولات عبث منها في المنطقة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإيرانية ومجموعة 5+1 حقق أكثر مما كان مرجوا في البداية من جانب حكومته، وهو ما عاد بالنفع على الجميع. قالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات الأمن فككت خلية إرهابية كانت تعتزم تنفيذ هجمات بعد أن شددت إجراءاتها الأمنية في عقاب هجوم مسلح على منتجع سياحي قتل فيه عشرات من السياح الأجانب. أصدر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر منشورا يخاطب فيه جميع العاملين بالأزهر الشريف بضرورة تقديم ما يثبت تبرؤهم من الكيانات التي تحرض على نظام الحكم وتهدد أمن واستقرار الوطن. قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خصم 25% على إصدارات المجلس من الكتب الدينية، وذلك لمدة أسبوع من افتتاح قناة السويس الجديدة في الفترة من 6 إلى 13 أغسطس الجاري 2015. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه تزامنا مع الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة قررت الشركة أن يكون التعاقد على التليفون الأرضي مجانا للجموع الشعب المصري العظيم غدا الخميس عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم المختصر 111 بدءا من الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء وحتى الساعة 10 من مساء الخميس. أكد الدكتور جابر النصار رئيس جامعة القاهرة أنه تم إنهاء خدمة الدكتور أحمد نظيف من عمله كعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة وفقا للقانون. تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي: رمضان شهر ليلة القدر، من سلسلة لافتات فضيلة الشيخ أحمد فريد. حول داعش فضيلة الشيخ ياسر برهامي، من سلسلة الأنبياء والتكفير نوح ولوط وموسى عليهم السلام الشيخ سعيد الروبي. أنواع الكفر الأكبر من سلسلة الحكم بما أنزل الله، وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأسماء والكنى من سلسلة مختصر زاد المعاد الشيخ سعيد محمود. الذل والانكسار للعزيز الجبار، المحاضرة 13 الشيخ إيهاب الشريف. اهتمامات ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ رجب أبو بسيسة. جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي: مقولة لا حرج في الدين أو لا حياء في الدين، هل يجوز فسخ الشركة في حال مخالفة هذا الاتفاق؟ هل يجوز دفع مال لاستخراج رخصة قيادة؟ حكم سب غير المسلمات وقذفهن بالزنا،
هل دعاء شراء الدابة يقال عند شراء السيارة؟ تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي السلوك بين الشرع والعاطفة، الدكتور حسام عبد الجواد، الإنصاف ذلك الخلق المفقود، الدكتور هشام توفيق. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء متجدد إن شاء الله تعالى.